سلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تعودوا لاباس وتعودوا مهنيين. مرحبا بكم في الفيديو تاع نهار اليوم. كالعاده اذا عجبتكم الفيديو ما تنساونيش بلي جيم وبارطاج، واذا مازال ما ابونيتوش نقولكم ما تنساوش تابوني قبل ما تروحوا، هكذا تكبر العائله تاعنا. في الفيديو تاع نهار اليوم راح نبارطاجي معكم كلكو كونساي باش يديكم استك بنين وطري، وعود في هذا لو جو تاعو يجي واش نحكي لكم. الله الله، اذا شهيتكم نقولكم اسمحوا لي شهيتكم ان شاء الله في الجنه. شوفوا اللحم هو قد ما ساهل، قال مقله وقليه قد ما او ميم طون واعي، يعني لازمنا نريسبكتيو كلكو زيتاب باش يجينا تري طوند ويجي طري. الله الله، شوفوا انا هنا قسمته غير بالموس تاع الطابله، كما معروف هاد المواس ماهمش ماضيين. شوفوا كيفاش يتقسم، يجي طري الزبده. والله صدقوني تبعوا هاد لي زيتاب وتشوفوا. بروميير دي شوز هو اللحم، كي تروحوا عند بوشي لازم بوشي يعود كونفيونس يقسمه لكم هكذا شويه خشين، باسكو هذاك رقيق بزاف، انا جو تروف كو ما في حتى بنه. وهنا عندي كلكو غوز داي، عندي شويه زعتر ناشف دو بريفيرونس فريشك، مي اذا ما كاش معليش. وهنا عندي شويه زبده ولا مارغارين. هنا هاد اللحم سي لا فيون دو فو، اللحم البقري، نجي نملحو هكذايا دو شاك كوتي، لازم يتملح دو شاك كوتي باش يدير اون كروت يابسه. وكيفاش تعرفوا اللحم بلي راهو صغير؟ كي تشوفوه جاي غوز ماهوش جاي حمر، كيما شفتو لازم نخرجو اون اوغ على فونس من الفريجيدار، تري امبورطون اون اوغ على فونس باش ما يصرالوش لو شوك تيرميك ويلبس. الوغ تري امبورطون نقولها لكم ونعاودكم، اون اوغ على فونس من الفريجيدار، راني كتبتها لكم. ومن بعد تيك نحط جيب المقلة تاعي، دو بريفيرونس مقلة شوية ثقيلة، نديرلها كيما شفتو شوية زيت ونخلي الزيت حتى يسخن. هنا النار راهي قوية، يسخن مليح ونجي نحط هادوك لي مبسوط تاع الحل تاعي، وهنا منتوشيهم نخليهم حتى يتحمرو مليح لتحتا. انا خليتهم دون يونيت دو شاك كوتي، يعني باش منحركهمش باش ما تحبطش لا كومبيراتور تاع المقلة، لا لازم نقادو هاديك السخانة تعود قوية. دوزيام دي شوز كي نبدو ننسو ولا ما نبيليو اللحم تاعنا، ما لازمش نبتيوه في فرشيطة ولا نقلبوه في فرشيطة، لازم افيك دي بانسيت. انا باسكو علاه الفرشيطة، كي تثقبوه تمتم يطلق هداك الما تاعو وجيكو يجيكو ناشف من الداخل. من بعد ما نقلبو دوزيام كوتي كيف كيف نخليه دو مينيت ما ننسوش. فوالا هنايا كي تحمر لي دو كوتي، هنا دوك نقص ابان النار، ماشي نقصها كاع في الدو، غير شويه على واش كانت مقبيل باش نخلي قلبو يطيب، باسكو كيما شفتوه جاي شويه خشين. من بعد نجي نحط هذاك التون تاعي نخليه بالقشره باش ما يتحرقليش، ونجي نحط الزعتر كيما راكم تشوفوا، وهذاك المرسو تاع الزبده ولا مارغارين. انا يا هنايا استعملت مارغارين، صح مارغارين فيها كو تاع الزبده. من بعد كيما راكم تشوفوا نقعد ناغوزي هذاك اللحم، نقعد هكذا لو طون حسو طاب. شوفوا هنا النار باينة قوية، نخلي نقلبها هكذا باش تشرب مليح هاديك الزبدة وهذاك الزعتر يتفق لوكو والثوم، عباكم يجي واحد لوكو انكرويابل. جربوه والله ماكم راحين تندموا عليه، على بالي راحين تدعوا لي دعاوي الخير.
هنا بورتو اي اون تو خليت واحد 5 مينوت هكاك ما كوبيت بزاف لي باساج باش تشوفوا ابري شحال خليتو. من بعد كي نحسو طاب نجينا نخدوه. هذاك لي الجو لي شفتوه من قبل في الطبيب ما هوش الزيت، ما نفدش الزيت، نفد غير اللحم هكذا، ومن بعد هذاك اللحم اهو يطلق هذيك لاصوص اللي تجي بزاف هايله. نرفدو كيما راكم تشوفوا، وهنايا هو سخون، نديرو رشه تاع فلفل الكحل، وهنا مازال ما نكونسوميوش تو تسويت. هنا نغطيه ونخليه يروبوزي واحد 20 مينوت ويعود واجد. شوفوا كيفاش خرج. كانت هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم. انا ما بقاني نقول لكم سلام.